يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في مشعر من اليوم في ثاني أيام التشريق بدءا من جمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى وبعدها الكبرى. ويمكن للمتعجلين من ضيوف الرحمن أن يغادروا منى قبل غروب شمس اليوم بعد رمي الجمرات الثلاث والتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع عملا بقوله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم.